السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي في الله، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. أتمنى أن يكون نهاية الأسبوعين نهاية جميلة، وهناك أرباح، هناك بعض الحيوية. نعتذر عن طرح أي مواضيع في الآونة الأخيرة حوالي 4 أيام على ما أظن، لكن كانت هناك لدينا التزامات وأشغال وأشياء أخرى يجب أن أقوم بعملية. حتى بعض المواقع صراحة تركتها، كان لابد أن أقوم بالعمل عليها ولو قليلا. صراحة كنت أنوي وكنت أجهز، صراحة بدأت في التجهيز وشرح طريقة إيتورو، الطريقة التي سبق لي وأن شرحتها. وقد أخبرت كثير من الشباب، هناك من الأصدقاء، هناك الذين يتصلون بي على فيسبوك، أنني سوف أقوم بطرح الطريقة أو الطريقة الصحيحة للربح من إيتورو. لكن فقط حدث بعد العرقلة في أحد كلمة السر التي كانت يجب أن أسرع في أحد البرامج، لهذا يعني حدث بعد البطء. لكن الشرح سوف يطرح إن شاء الله عز وجل، سواء غد أو بعد غد. لكن اليوم، أو موضوع اليوم، أو ما سوف أطرحه لكم اليوم، هو موضوع أو شرح شبه شامل. أخي في الله، شيف جميل. أول شيء مرحبا بكم هنا في مدونة مستفيدون. طبعا لمن لا يعرفها، فهناك أصدقاء كثير يحبوننا ونحبهم يتابعون هذه المدونة. المهم نرجع إلى شرحنا حتى نطيل الفيديو. الشرح اليوم أخي هو شرح شيف شامل، يعني أو نقول يعني شامل. الشرح اليوم سوف تستفيد منه في أشياء كثيرة كثيرة، لكن سوف أعطيك أفضل الأشياء التي يمكن أن تستعملها في هذا الشرح. الشرح اليوم لا يوجد فيه لا ريفيل ولا رابط إحالة لكي أستفيد أنا، فقط أعطيك هذا الشرح لكي تستفيد أنت وتربح أنت أخي الغالي. الشرح اليوم ممكن أن تستعمله في مواقع البيتكوين، لايتكوين، في مواقع البي تي سي، في مواقع الترافيك، تستعمله في التسجيل عن طريق نفسك، في مضاعفات أرباحك، تستعمله في أشياء أخرى كثيرة جدا 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 أخي في الله، ربما في الشروحات التي فاتت والشروحات التي سوف تحضر. شرح اليوم هو كيف تحول جهاز كمبيوتر الخاص بك، أو خاصة كيف تحول المتصفح الخاص بك، يعني المتصفح لوحده سواء جوجل كروم أو موزيلا، كيف تحوله إلى مصدر مال، كيف تحوله إلى مصدر تحصل فيه على أموال، وطبعا عن طريق مواقع صادقة، يعني شركات مواقع شركات صادقة سبق لي أن سحبت منها شخصيا ويجدوا الشرح الخاص بها. نتحول إلى شرح اليوم أخي الغالي، وركز معي. أي سؤال استفسار فقط ضع سؤالك وأنا راهن إشارتك أخي الغالي. بالنسبة للأشخاص الذين يتصلون هنا، انتظروا إخوتي إلى غاية أن ننتهي من هذا الشرح. نبدأ على بركة الله. بسم الله. هو هذا اكس دي بي، يعني انا سوف اعمل على اكس دي بي، لكن انت اذا لازم إذا لا تمتلك اكس دي بي، او لا تمتلك في بي اس اخر غالي، ممكن ان تستخدم جهاز كمبيوتر الخاص بك، يعني الكمبيوتر الخاص بك. بحال اذا كنت لا تمتلكه، يعني هو نفسه تحوله الى مصدر ربح. جيد، انا سوف اعمل على هذا الاكس دي بي او في بي اس. جيد، نبدأ على بركة الله. سوف نقوم بتكبير الشاشة هنا. أوكي، أنا سوف أختار هنا موزيلا على سبيل المثال. نذهب إلى موزيلا، نضغط عليه بزر الفأرة الأيمن، ثم ننزل إلى هنا إلى كلمة بروبريتي أخي داري. أوكي، نضغط على بروبريتي، تنبثق لنا هذه النافذة كما ترى هنا. أوكي، الآن سوف نذهب إلى هذه الخانة هنا، ثم نضع الاسباس او مسافة، ثم نكتب كلمة تيري او بحرف 8، ثم كلمة بي، ثم ننتظر ان الشاشة بعيد جدا عني لان اوكي. بعدها نضغط على الكلمة اوكي. ركز معي في هذا الشرح اخر، يعني سوف تستفيد منه كثيرا 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 من خلال هذا الشرح. سوف يفيدك في اشياء اخرى يعني كثيره، كما اني سوف اعطيك الطريقه التي سوف تربح منها المال. اوكي، وضعنا كلمه اسباس او مسافه، ثم علامه ناقص او شرطه على او اسباس او تيري 8 كما نسميها نحن، ثم كلمه بي، ثم نضغط على كلمه اوكي. جيد، الآن ضغطنا على كلمة أوكي، ثم تأتيك علامة كونتيني تضغط عليها. الآن نتجه إلى ماي كمبيوتر أو جهاز كمبيوتر الخاص بك، ثم نتحول إلى هنا، نضغط مرة أخرى على ماي كمبيوتر، نضغط بزر الفأرة الأيمن، ثم نذهب إلى كلمة بروبريتي مرة أخرى. تنبثق لنا هذه النافذة الجميلة هنا، هذه إعدادات الـ HTTP أو VPS الذين نستعمله. مهم علينا، نذهب إلى كلمة Advanced System Setting يعني الإعدادات، نضغط مرة أخرى بزر الفأرة الأيمن، ثم ننزل إلى كلمة عفوا عفوا عفوا
نضغط عليه هنا مباشرة، عفوا نضغط عليه مباشرة، آسف. ثم نذهب إلى كلمة Advance، نضغط عليه هنا، نضغط على Advance، ثم نتجه أوكي Advance، ثم نتجه مرة أخرى إلى كلمة إلى هنا، الشاشة بعيدة عن الأرى. نستنبطق لنا هذه النافذة كما ترى أخي الغالي، ثم نذهب إلى كلمة نو هنا، نذهب إلى كلمة نو، نضغط على كلمة نو، تنبثق لنا ماذا؟ تنبثق لنا هذه النافذة، جيد؟ جيد، ماذا سوف نفعل في هذه النافذة؟ سوف نقوم بكتابة هذا الأمر، كما ترون إخوتي في الله، سوف نقوم بكتابة هذا الأمر، جميع الأوامر سوف تجدونها أسفل الفيديو في رابط في شرح آخر بالصور بصور واضحة في حالة إذا لم تفهم أو لم تكن يعني الشرح مفهوم لك أخ الغالي. ثم نقوم بكتابة هذا الأمر مرة، عفوا ماذا قلت خطأ، جيد، ثم نقوم مرة أخرى عفوا نحول الأحرف، نقوم بكلمة روموت يعني كما كتب لك كلمة موت، ثم نو، ثم نكتب كلمة رموت أخي الغالي. جاءني رسالة على الهاتف لن أجيب الآن إلى غاية أن ننتهي من الشرح أخي بالله. كما ترون كتبنا كلمة موت إسباس يعني تقريبا 8، ثم كلمة نو، ثم كلمة رموت. أهديني أخي مرة أخرى لأن صراحة الشاشة بعيدة جدا عني، أنا أجلس في مكان والشاشة في مكان آخر. بسم الله، ثم نضغط على كلمة نضغط على والله العظيم سوف اقترب الى الشاشه فعلا كنت ارتكب خطا عفوا، سوف نقوم بتصحيح الخطا، اقتربت الان من الشاشه لان لان الضوء الخاص بها يقوم بإيماء عيني. اوكي، نقوم بكلمه عمود، جيد، الان الشرح بدون تشفير يعني مباشره. هنا نكتب هذا الرمز او هذه الخاصيه، نكتب مثلا رقم، مثلا نكتب رقم 2 كما ترون، هذا هو الامر الاول، ثم هنا نكتب 2، ثم نضغط على اوكي، بسم الله، نضغط اوكي، ثم اوكي مره اخرى، ثم هنا اوكي، جيد، نقوم باقفال هاته، ثم نقوم باقفال هاته مره اخرى، جيد جيد. الان ماذا سوف نفعل؟ لن نفعل اي شيء، سوف اتجه مباشره الى موزيلا، ممكن تطبيق هذه العمليه ايضا حتى على جوجل كروم. اوكي، إذا كان جهازك قوي جدا أخي الغالي، ممكن أن تستعملها على الاثنين، جيد، تستعملها على جوجل كروم وتستعملها على موزيلا، وسوف أشرح لك لماذا، فقط تابع معي أخي الغالي. سوف أذهب إلى موزيلا، أضغط عليها ضغطة، ننتظر كما ترى عفوا، بعد أن قمنا بالضغط ضغطة هنا، تنبثق لنا هذه النافذة، جيد جيد. كما ترى أخي في الغالي، هذه الإعدادات كما ترى هنا على حسب ما يضح في الصورة، أقترب مرة أخرى نحو جهاز الشاشة لكي أرى بوضوح. كما ترى هنا كما ترى إنشاء ملف جديد، اسم الملف إلى آخره، حذف ملف في حالة إذا لديك حساب، جيد. كيف نستغل هنا؟ سوف نقوم مثلا هنا إنشاء ملف جديد أو حساب جديد إلى آخره. نقوم بالضغط هنا، بسم الله، كما ترى نضغط هنا على كلمة التالي أو نيكست على حسب ماذا يوجد عندك، ثم إلى آخره. كما ترى هنا ظهرت لنا هنا حساب آخر، ثم أقوم هنا بإنشاء ملف آخر جديد، نضغط على كلمة نيكست، ثم نضغط هنا مثلا نضع له مثلا اسم مثلا على سبيل المثال أكبر أو عفوا كبير والله عز وجل، نضرب كلمة كريم مثلا هنا، نقوم بكتابة كريم أو حمادة أو فارس أو أي شخص كما ترى. عفوا ماذا كتبت هنا؟ ليست مشكلة، كواحد، أوكي، كواحد، نضغط على كلمة نيكست، الحساب الثالث، مرة أخرى نقوم بالضغط هنا، نضغط على كلمة التالي أو نيكست، مثلا كاثنان أو كريم اثنان أو كما تريد، ثم نضغط على كلمة أوكي هنا، ثم نعيدها مرة أخرى، ثم نضغط نيكست، جيد. هذه التي أنا أقوم بإعادتها كثيرا هي فقط، عفوا. هذا موجود يقول لي على انه موجود، نضغط هنا 3، جيد. انا فقط اعطيتك مثال اخي، يعني هنا كما ترون 1 2 3، ممكن ان تقوم بعمل 10 20 30 40 50 يعني على حسب قوه جهاز الكمبيوتر الخاص بك. اذا كان قوته متوسطه اعمل لك ثلاث متصفحات او متصفحات. الان كيف تستغرق المتصفحات؟ كيف تربح منها؟ كيف تستفيد منها؟ مثلا انا اردت ان استعمل هذا الاول،
هذيك مثلا هنا يعني مثلا انا اردت هذا واضغط عليه ضغطة على الاول، يعني انبثقت لي هذه النافذة الخاصة بموزيلا فايرفوكس. اوكي، ثم نعود مرة اخرى الى موزيلا فايرفوكس هنا كما ترون على سب السام، اضغط على ضغطة سوف تنبثق لي هذه النافذة الاخرى، ننتظر قليلا الى ان تظهر او ظهرت وراءها. نعم ظهرت وراءها. نذهب الى كلمة مثلا كا واحد او كريم واحد، ينبثق لنا موزيلا يعني كما ترى هنا اصبح اثنان، هذا الاول وهذا الثاني. جيد، نعود مرة أخرى، نقوم بالضغط مرة أخرى هنا ضغطة، أختار كثلاثة أو كريم ثلاثة أو كريم أربعة أو الحسب الذي تريده، ثم نضغط على كلمة إبدأ. أوكي، كما ترون أخي العزيز أو أخي المشاهد، كما ترون أصبحت ثلاث متصفحات، يعني موزيلا الأول والثاني والثالث، كما ترون هنا ثلاث متصفحات خاصة بموزيلا. لكن الطريقة التي سوف نقوم باستغلالها كما ترى هذا فقط يعني خاصة بالاتصال. أوكي، أفهم ذلك. جيد، كما ترون هذا واحد الأول وهنا الثاني. اوكي، كما ترون ثم نضغط على كلمة نكست هنا، وهنا الثالث. بامكانك ان تفتح الكثير فقط اردت ان اريك اخي العزيز الاول والثاني والثالث، اين هو الثالث؟ اظن هو هذا كما ترى. جيد، الان اصبح لك ثلاث متصفحات، لكن طريقة استعراض المتصفحات ممكن لكل متصفح تضع له بروكسي معين او اي بي معين. مثلا اذا استعملت على جوجل كروم تقوم بتثبيت مثلا برنامج هولا او لتغيير الاي بي، او برنامج زبط لتغيير الاي بي، او في موزيلا تقوم باستعمال برنامج انونيموس لتغيير الاي بي. لكن الجميل والرائع الخاص به، مثلا اذا قمت هنا بتثبيت برنامج تطبيق هولا لتغيير الاي بي ووضعت هنا باي بي امريكي، هذا المتصفح الاخر لا يكون عليه هولا حتى تقوم بتثبيته. اذا كان هنا هولا اي بي باي بي امريكي، هنا تكون باي بي فرنسي، هنا يكون باي بي انجليزي والى اخره. يعني يصبح لك كان لديك ثلاث اجهزه او اربعه اجهزه او 10 اجهزه او 15 جهاز منفصل، كل واحد لوحده. طريقه استعمالها، طريقه الربح منها كالتالي. جيد، كما ترى اخي في الله، اين هو؟ نعم، نعم، هذا كان الشرح. هذا الشرح سبق لي وان قمت بشرحه، وبرنامج خاص ب اليكسا ماستر. اوكي، سبق لي وان شرحت اثنان، هناك اليكسا ماستر، اين هو؟ لا اعرف اين هو. جيد، اليكسا ماستر هذا هو، اليكسا ماستر واليكسا سيرفينج. كما تعلم ان اليكسا سيرفينج سبق لي وان سحبت منه فقط انك تقوم بفتح كثير متصفحات وتقوم بجمع النقاط وجمع الاموال، ممكن ان تستعملها في مواقع البيتكوين للتسجيل عن طريق نفسك والربح من كل تسجيل 50%. ممكن ان تستعملها في مواقع البي تي سي التي لديها حمايه ضعيفه، ممكن ان تستعملها بمواقع جمع الترافيك للاشخاص اللي يعملون الترافيك خاصه للديلومونشن والمواقع الاخرى، يعني يوجد ارسال الترافيك او مشاهدات لفيديوهاتهم او على حسب ما يريده بطريقه يعني شرعيه. ممكن تستعمل مثلا برنامج مثلا هذا الموقع الذي سبق لي وان قمت بشرحه، اين هو؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، الله اكبر. زيد، نضغط هنا هذا، وهناك تيسلا هينك، وهناك ويب سايت، وهناك يعني مواقع اخرى سوف اقوم بالتطرق عليها وشرحها، لكن هذه فقط تربح منها نقاط الترافيك. لكن اذا فتحتها في 10 متصفحات سوف تحصل نقاط كثيره، يعني الترافيك كثير جدا جدا جدا. الاشاره المهمه ان هذا الدرس هو اخر، هو الدرس ما قبل الاخير الخاص بالكورس، يعني هذا له علاقه بالكورس. جيد، مثلا من الافضل طريقه سريعه من المال تنطلق الى موقع اليكسا سيرفينج كما سبق لي ان شرحته، او فقط تدخل الى مدونة مستفيدون، تذهب الى فيديوهات هنا، تذهب مثلا اين هي تلك الفيديوهات، هناك فيديوهات كثيره سوف تجد شرح اليكسا سيرفينج موجود هنا، او تجده ايضا هنا في مدونة مستفيدون، الشرح بخاص موقع اليكسا سيرفينج لانه يريد اثبات السحب منه. جيد، اليكسا سيرفينج كما ترى اخي الغالي هذا هو الموقع الخاص به، بعدها تقوم بالدخول والتسجيل عن طريق حسابك. الطريقه التي سوف تستعملها يعني فقط نستطيع قليلا بسبب يعني الانترنت. اوكي، زيد، مثلا انا لدي هنا سبق لي ان ربع سحبت منه دولار، وبامكاني هنا ان اقوم بسحب دولار، وقبل اي كم يكون ان اقوم بالسحب، يعني فقط تضغط على كلمه ستار هنا، ثم بعد ان تقوم بالضغط ستار تقوم باخذ هذا الرابط الخاص بك هنا. اوكي، وتذهب الى الاكس دي بي، لا عفوا، الى المتصفح الذي انا قمت بانشائه. مثلا سوف اضع هذا الرابط، سوف اقوم بوضعه هنا واتركه يعمل. جيد، يعني يجمع لي النقاط ويجمع لي الاموال. اذهب الى هنا، اضع نفس الرابط مع تغيير الاي بي. اذهب الى هنا واضع نفس الرابط مع تغيير الاي بي. للعلم والاشاره مهمه جدا، هناك احد الاصدقاء الخاص الاصدقاء المقربين لي
سبق استعمل نفس الطريقة على اك دي بيات وبهذا وبهذا الموقع الذي هو اليكسا سيرفينج، وفي مدة وجيزة جدا جدا حصل على 6 دولار. نعم اخي الغالي كما تسمع، وانا لا اكذب عليك، لو كان يسمع لو كان الان يشاهد الدرس سوف يضع تعليقه ويؤكد لك صحة كلامي. يعني هذا الشرح سوف تستفيدون منه في اشياء اخرى كثيره. لا اعلم اذا كانت مده الفيديو الشرح طويله، لكن اردت فقط ان اوصلك المعلومه اخي، ان افيدك، ان تستفيد من هذا الشرح الذي هو شرح يعني سوف تستفيد منه الكثير الكثير. فقط تترك المتصفحات تعمل هكذا، وهو فقط يقوم بجعل الترافيك هنا يعني خيارات يعني تسمح له بالسماح ظهور نواف المبطقه، يعني ضروري من السماح لهم، تتركه يعمل، تقوم باقفال جهازك وتذهب الى النوم. غدا صباحا تجد او لديك رصيد من المال هنا. الحد الادنى لاستخدام هذا الموقع دولار، هذا اثبات السحب من موقع صادق، 3 4 5 6 10 دولار مبروك عليك، وتقوم بسحبه على الباي بال، تقوم باستخدامه في اشياء اخرى كثيره اخي في الله. اي سؤال اي استفسار، اذا لم تفهم اي شيء فقط ضع تعليقك في الاسفل اخي الغالي، وسوف اجيبك على سؤالك. في حاله اذا كنت اول مره تشاهد القناه، قناه مدونة مستفيدون، اتشرف كثيرا بانضمامك الي اخي الغالي، وعمل اشتراك ولايك الفيديو. اما اذا كنتم مشتركين اخي الغالي، فاتمنى من اعماق قلبي ان تعمل مشاركه للفيديو لكي تعم الفائده ويستفيد الكثير الكثير من الشباب الاخرين الذين يبحثون عن الربح او بطريقه بسيطه، هذه طريقه بسيطه دون استثمار، دون ان يحصل على نصب. يعني الموقع صادق ومعروف عالميا. انتظر تعليقك، انتظر لايك الخاص بك، انتظر انا ايضا ان اقرا تعليقك لكي ارد عليه اخي الغالي. كان معكم اخوكم كريم من مدونة مستفيدون، اتمنى مزيارة على المدونة. استودعكم الله في امان الله، مع السلامة.